مازال ما تخرج، وقالوا لي قعدي حق مزيان شدوني. هي خطيرة ستهز المغاربة، مسنة تدعي أنها الأم الحقيقية للفنانتين التوأم صفاء وهناء، بعد ما حملت بهم بطريقة غير شرعية وخلتهم في القرعة في السبيطار مدينة خريبكة. تقول ميمتي هادوك بناتي بغيت يرجعوا ليا، بغيت يحنوا عليا، ما بغيت منهم حتى شي حاجة من غير أنني نحضنهم ونحس بأنني هادوك بناتي ورجعوا ليا. هنا ميمتي كتقول إلا ما تيقوش بيا يديروا التحاليل، راني أنا هي الأم ديالهم. مع عندك الجهد مع عندك مقدار. شوفوا شحال كتشبه ليهم مشاهدي قناة شوف تيفي، فعلا كاين الشبه بيناتهم، والله أعلم والله أعلم. حسب يعني خليكم معنا وشوفوا انتوما وحكموا خوتي، وغادي نسمعوا منا القصة ديالها. شوفوا ميمتي فينا، لأن هنايا ميمتي تيشوفوك كاع المغاربة، هنايا ربما صفاء وهناء يقدروا يشوفوك. شنو تبغي تقولي لصفاء وهناء؟ يعني عطيتك دابا الميكرو ديال الكاميرا، غادي نعطيك دابا الميكرو ديال التليفون، راك يعلبوا بشيرة ميمتي. احكي لينا شنو وقع، امتى تزادوا، وعلاش تخليتي عليهم، وشنو السبب اللي خلاك دابا عاد كتقلبي عليهم من بعد هاد السنين كامله؟ ما لقيت جهد. اذا هادشي كله خوتي هو اللي غادي نعرفوا، عاونوا بالبارطاج. فعلا هي قضيه خطيره، صفاء وهناء كتبان هاد الام من بعد هاد السنين كامله وكتقول هادوك بناتي، كتقول صفاء وهناء بناتي، التوأم صفاء وهناء بناتي، كتقول كنت سميتهم حسنة وحسنية. التاريخ عندي هيك، انا عندنا اختي البقار، عندي ظلم واحد الناكل بغدا، هي بنت عندنا هنا كتعاود كيفاش تشحن منها. عايشه في التمارين عايشه بحال ما في ساعه عايشه في التمارين نعطي، قالوا القرب ناك تيدوز مقهور هكا كواع، كنت بحال ما القرب ناك تيدوز حتى كنت عندي شتي على عيني. عايشه في التمارين القرب ناك تيدوز في التلفازه راه مكرفسه شويه وغنيه، ما حنا ما كنتش بحال ما عاد عليهم احساسها بنتي. نعم. يعني كنتي كتسرحي عندهم وانت براسك كنتي كتسرحي عليهم ونفكر بابني خيرين ندمت عليهم في الساعة. عاودي دابا راه كيسمعوك الناس، عاودي يقولوا لك شنو بعدو منا دابا هو ما نقدرش غنى، مات ما حضرش لي عزيتي ما حضرت لك انت وقتي من بعد حملتي مسكينه من بعد حملتي يا اختي دابا خواتهم خدامين دابا خايرين عندهم دابا خواتهم عندهم خوتهم خوتهم ايه محنت جاتني جاوني مزيان مات خوت جاتني وحده قدام وحينا رشيد اسماعيل ولد سويطة النادي هادو ربعة فابور خدامين مصطفى سويطة نوفيس اخوات الدرقية خدامين في تمارة واخوكما واخوكما البنات سويطة الله تقولي فيهم اللي كانوا صغار تقولي فيهم وقتي مبقيت عقبت لانو حلم جاني الغول مبقيت عقبت وجاو القرق عبروا القى جاو الصفق وعبروا القى موت شقوات عاودت قاعده نخمم الليله بنتي نرجع قدام بنت الدن حنت بنت دوك هي دوك البراوات فكر فيهم ما حنت وجاو لي حلبايا يا ودي تتفكري فيهم شوفي وما شفتي فكر فيهم زعما قليل ما شفتيهمش شكون اللي قال لك هذوك الناس كلشي دوك شنو هو يقول لي عبروا كاع الدقور كامل قالها لي الليله بنتي ما نكذبش عليك يا بنتي تمحنت بنتي ودوك هي دوك البراوات باش عرفوهم واش قال ما هذوك بنات يدوزوا يوم يحل بايا تاعك الشبه مباشره عالي كاين الشبه عالي انت ملي كتشوفيهم بوز زعما قليل كيشبهوا لك عالي قال يا تيشبهوا لك قالك وحيدوا النقله حيدوا النقده حتى ديك جبدوها النقده دايروا نقله الشيء قبل القلات قبل القلات شويه من
وداتهم لاصيبي شوفيهم ايه. ولا يقولوا طبيات كاميرا مرت على الزواج الكاميرا الفازة باقة ما البارابول باقة ما تعود في الخرعة وش زادوا قبل الوقت دخلت الضب زادوا قبل الوقت وما دخلوا باقة ما لحقات مهم زادوا سباعين خلاتهم في السباقة اللي لكساع كملوا وجات الأخرى خداتهم مراه اللي عايشة معاه ما بغاش ما بغاش تجيبهم داك الشيء علاش مسكينة سمحت فيهم خليته في القلعة انا ندمت على باقي العبد هي كانت تخرجي بس قالوا لي ما تعد عليك تشوف بناتها ما نيش تخاف زين ما تخرجي ما قالوا لي اقعدي زين الغرب على جنب الفوق دابا العبديه هي اللي رباتهم تشوفي بناتك هي اللي خداتهم هي اللي هم تيشبهوا لك وين ورعي راسك حاجه ما تخصك معانا يعني بغيتي يجيو عندك ما تخصني وين ولا تمشي عندهم وعندك تهلاي في راسي والله الا صح الله العظيم الا كاين الشابه وبزاف خاصني قالت يلا طوطي لي يلا تمشي عندنا واش ما عمرك ما هضرتي معاهم ايه دار لي ديك العام خليتهم على كل شيء واش خليتهم واحد انا عالي يوصلوا يعني ايه هضروا مع عالي وهضروا مع ولد الرئيس دابا انا دابا عايشه المهرسه قال لهم ولد الرئيس قال عندك الجهد ما عندك مقدار يا لا غادي نسوا ما تسمحوش فمكم يقعد يعيش هذا المخزن الا سمحتوا فيها تتابع لا ما تقول لا سمحتي توما هي ما تسمحش اختي ما عطاش رجعوا عندها أبدي الفقر ما يدير بنادم تيخلي الكبده ديالو ما نبغاهمش ما بقاتش على حرج علينا ما يعجبوش في داري وما يقعدوش في داري كنت هضرتي معاهم في التليفون لا ايه هضرت انا في التليفون دابا غير ما يرضاش ما يرضاش عاودي لنا ملي لطيف على الناس اللي عندهم ولاد الناس واحد يديهم هكاك شوفي ما قلت لك ما كاينش صافا صافا ما يلقاو ليها لا كان هما ما يلقاو لها مسكينه بنياتها وجاها قد سماتهم عايشه معايا ومع الشرحه يعني سمعت معي سماجة مع الشرحة قالت لهم الشرحة دوم فرامي قلت لهم الحليمة الراقية وما تسمحوش فيها وما تسمحوش فيها وتزيد وقلم قد خرجت لقى هذيك العطاء القلعة مصابتهم كبروا ولحقوا ما تسمحوش من القلعة والتاريخ عدي هيك قلت احنا وسجع عدي هيك ما اعتبرش الوقت بس جاتهم يعني هما عارفين بان يعني عارفين بان عارفين وقبل انا قرنت واللي ما سمحتش تسمحتي اه دار المعطي قالوا لي راه بلاك تيدوز انا هذاك واخا وانت دابا غير بنيتي تهضر الشلحه وهضر هذا وهضر نشتي على عين كل واحد غير ما قال لهم عالي هذا راه لكن انتو بنات غانين خالي هما بنات رجعوا عاد عارف عاد عليهم لا بغيت انت امي انت اللي هضرتي معاهم سمعت لهم واش قالوا واش قالوا هما بنات الله سامحني فازا باش كتحسي نحس تنشوف متى يكرم قلبي لا يا ربي تيبان لي كيف يكرم قلبي انا ندمت عليهم وبغيتهم هذو حدشتهم دابا حدشتهم بغيتهم هذيك الساعه ندمت عليهم حدشتهم يا بنتي والخرا ندمت عليهم في هذيك الساعه باهم فين هو امي ها فين هو فين الاب ديالهم دابا باهم مات مات ما حضرتش ليه ما عزيت فيه ما حضرت ليه كنتي مطلقه اي ما حضرت له ما عزيت فيه يا بنتي دابا خوتهم هما خدام فيني خايره عندهم دابا خواتاتهم عندهم خوتهم اه هما ربعه الدراري خوتهم كاين رشيد واسماعيل وحمادي هادو ربعه خدامين ومصطفى هادو دابا خواتات اخواتات الدرقات خدامة في تمارا واخوكما البنات ما عمرك مشيتي تسولي فيهم اللي كانوا صغار تقولي فيهم وي اختي ما بقيت عجبت وجاني الغل ما بقيت عجبت جاني الفرق وي ما بقيت عجبت يا بنتي
كوكوام اللي تقاعد نخمم نجي نقدر يقول لك نرجع قدام باش ندنبك ونفكر. اش كتفكر؟ فكر فيهم. اه وديتي تفكري فيهم شوفيهم واش غيفكروا فيك. صافو هنا صافو هنا دابا بغينا غير نعرفو حسنا وحسنية. دابا ملي شفتيهم شكون اللي قال لك هذوك الناس كلشي واحد علم ويا اختي شنو ويا كلشي بنتي قالوا قعد دابور كامل قالها لك ما نكذبش عليك يا بنتي كلشي قالها لي كامل باش عرفو هما كلشي قالك هذوك الناس تيدوزو وتعطيك الشبه مباشرة. كاين الشبه؟ اه كاين الشبه. انت ملي كتشوفيهم كتعرفي كتقولي راه كيشبهوا لك. اه قالت يشبهوا لك قالك حيدو النقدة ديك النقدة حيدو نقدة الجميل داروا الجميل داروا الجميل يعني الان بيناتهم حلهم. اه يا ربي يا ربي داروا النقدة حيدو ديك النقدة حيدو تاع الجميل. وانتي دابا الا كنتي لابسين داك بحال لابسين لابسين كاشط مسكين الله قالوا لي قولوا وطبوا الله اللي كتشوفيهم. اه قالوا لي قولوا وطبوا ولا طبيبات وتهما اللي خايفه كاشط مسكينه اللي كانت امهم هما كنا بانتين في البرمامج اجي نشوف. اه كنا بانتين هما دابا كنا بانتين. اه ملي كتشوفيهم دابا تيغنيو وتشوفي في التلفازه كنشوف في التلفازه تيدوزو تنقول لكم بناتي انا قاعده حاضيه ما تحسش حتى شي واحد حاضيهم غير هما كنت نتفرج عند هذا هاد السجده وعند ما تعز واحد التلفازه باقا ما البارابول باقا ما تعاودش. انا دخلت الضو ابغى احنا دخلنا هاي دخلنا الضو دخلتي الضوء؟ اه دخلنا الضوء. يعني دابا بغيتي تبقاي تشوفيهم؟ اه يا دابا الا كيشوفك صفاء وهناء دابا الا كيشوفوك دابا شنو بغيتي تقولي لهم؟ ها؟ دابا الا كيشوفوك دابا راني دايره المباشر. اه عرفت. دابا الا تتشوفك صفاء وهناء شنو تقولي لهم؟ قول ما بغيت منكم والو انا بغيتكم من تحت شفتكم. انا ندمت عليكم في ديك الساعه باش تخلعت عليكم. ما لناش الخاطري. جاني الغلب على جمل فوق. كتقولي بانك تتشبهي ليهم تيشبهوا لك هاي ويانا يعني بغيتي يجيو عندك وي ولا تمشي عندهم ولا كاين الشبه والله الا سبحان الله العظيم الا كاين الشبه وبزاف فيها الوطيلات العين السبع واخا واش ما عمرك ما هضرتي معاهم وهضرت من داك العام هضروا مع كلشي هضروا مع عبد الواحد مع عالي هضروا معاك ايه هضروا مع عالي وهضروا مع ولد الرئيس. اه واش قلتي لهم انت؟ قال لهم ولد الرئيس قال لهم سمحتوا توما سمحت فيكم توما ما تسمحوش فمكم. واش قالوا لهم؟ هاد لا سمحتوا فيها امكم لا سمحتوا توما هي ما تسمحش فيكم رجعوا عندها ديروا تراجع. واش قالوا؟ ها؟ قالوا ما رجعوش هذيك منافقه. كيفاش منافقه؟ منافقه هذيك سمحت فينا وما بقاتش على حرج علينا. اه يعني كيقولوا لك علاش سمحتي فينا؟ ايه كنتي هضرتي معاهم في التليفون ولا لا؟ ايه هضرت معاهم في التليفون. دابا راه ما يرضاش ما يرضاش. عاودي لنا ملي سمحتي لنا مع صفاء وهنا اشنو قلتي لهم واشنو قالوا لك؟ عاودي. قلت لها شوفي يا بنات قالت لي قالت لي نعم هضرتي صفاء ولا هنا؟ صفاء صافا. هضرتي مع صفاء؟ عاودي لنا دابا التفاصيل. هضرت مع عبد المالك. واخا قولي لي عبد المالك هضرت معاه ومع الشلحق هضروا معاهم. مع الشلحق ومع قالت لهم الشلحق شوف ابنيتي لا سمحت فيكم هي توما ما تسمحوش فيا توما ما تسمحوش ابنيتي رمكم هي هذيك اللي عطاها الله ما تسمحوش صفاء؟ ها؟ باش جاوبت؟ قالت احنا سمحت فينا ما نعطيوهاش الوقت. يعني هما معترفين بان يعني عارفين بانك معترفين ولني ما سمحولكش حيت سمحتي هاي من قال خص سمحتي انا واخا وانتي دابا انت قلتي لي هضره الشلحه وهضر هذا وهضر ايه. انا بغيت نشوف كل واحد انتي قال لهم عالي لا كنتو بنات بنت خالي رجعوا عندي هضريتي قوليتي لا بغيت انتي امي انتي ملي هضرتي معاهم في التليفون اش قلتي لهم واش قالوا لك اه سمحني مشيت غلطة واي مشيت غلطة وشنو قالوك سمحتي فينا؟ ايه قالك سمحتي فينا
لا داروا لك حاله بنتي حاله. شنو هاد الحاله؟ عاودي عاودي حتى في محنوني محنوني يا بنتي سلم البحث. واه سلم محنوني يا بنتي. كيفاش البحث؟ كيسولوك؟ كيسولوني. شكون اللي كيسولك؟ كتك ايه كتك فين عند خونا احمد وعطينا 20000 وططط. شله 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 بنتي هضر شله. عطينا شويه من هاد الهضره عاودي لينا عاودي لينا. حنا بغينا نعرفوا التفاصيل وبغينا نعرفوا يعني باش يسمعوك حتى هما. والعقل ما بقاش عندي يا بنتي باش نبقى عاقله مليح. ما بقاش عندي العقل. علاش شنو السبب؟ ما بقاش عندي العقل يا بنتي ما بقاش عاقله مزيان. علاش ما بقيتيش عاقله مزيان؟ واي ما بقاش عاقله مزيان يا بنتي. مرتي من جهتهم؟ اه مرت من جهتهم. ما بقاش عاقله مزيان. واي ما بقاش عاقله مزيان يا بنتي. بدات تقارن تتسطي متعقل مزيان يا بنتي. لا ماشي سهله باش مسكينه تعيش حياتها كامله بعيده عليها ما ربسيش ما تسطى مسكينه يطير لها الفريق. ايوا المشاكل يا بنتي عندي المشاكل وعندي العقل عندي المشاكل وعندي العقل يا بنتي. وخرف عيش بصوتك باش تسمع. ايه دابا انتي سميت هاد الدوار اللي انتي ساكنه فيه هذا بنيخل دوار بنيخل ولا تزيندي هنا ساكنه. هاي ها السكنه ما كرهتيش يجيو يشوف. هاي ما كرهتش يجي يشوفوني يا بنتي. ما بغيتهم يجيو ما شنو بغيتهمش بغيت معايا يجيو يا بنتي. وي يا بنتي دابا كتحيدي القنط فيهم غير في التلفازه. هاي في التلفازه ملي كتشوفهم شنو كتقولي؟ ملي شنو كتقولي؟ نشوفهم صافي قلبي تيكرم يا بنتي نشوف قلبي تيكرم يا بنتي. يا لا يا واخا هذيك السيده اللي داتهم ما عمرك مشيتي عندها؟ السيده اللي خداتهم من السلطه عمرك مشيتي عندها؟ وي مشيت عند واحد العام وجا هنا جات معدات ورقه دات واحد النسخه من الجماعه وقالت لي شوفي شنو بغيتي ندير لك الراجل ندير لك الولاد نتبع ندير لك اش قالت لك؟ جاء دابا نسي شويه باش تسمع تما قالت لك ندير لك الدرقات انا ندير لك الدرقات وانا ندير لك الراجل ندير لك الولاد وبغيت تسير انا غادي نتبعها يا قبيحه ماشي ما قبيحاش يا قبيحه وعينيها خارجين باش ما تشمت باش نلايم عليها الخله ونلايم عليها القيد ونعيط على القيد ونعيط على الشيخ ونعيط على الحاج مجدو القصو. اشنو جات دير هنايا ديك جدات ورقة من الجماعة من الجماعة هما مسجلين في الجماعة؟ ايه مسجلين في الجماعة مسجلين في الجماعة؟ اه مسجلين في السبيطار؟ اه في السبيطار مسجلين. دابا انتي كتقولي هادوك بنات واي ما غلطتيش زعما ما غلطتيش؟ لا ما غلطت والو. كتكونيش غلطة؟ ايه ما غلطت والو بنتي. انا غادي نيشان ما ندير لها هكا ولا هكا ما غادي نيشان بنتي. لكن دابا ما عندك امانتي حتى شي دليل ما عندك حتى شي ما عنديش دليل ما عنديش كون عندي الدليل راه نقدر نشدهم ما عنديش دليل انا ايه انا درت دوك التحالف في المحكمه داروا لي التحالف في المحكمه تجا الوكيل وعطيته الاوراق وقراهم قال لي شوف يا بنتي شوف في 2005 وعندك العقل عندك المشاكل باش مشاولك عندك احساس باش تحسي وانت بقيت بجينا عمرك ما كنت ساعتي لا ما مسكينه حشومه من انتم مقردين. شوفي حنايا ما جيناش في انت طلبتي باش نوصلوا الصوت ديالك واجي وانت طلبتينا وتعرضتي لنا الناس ديال العربيه كي دايرين انا ام صفاء وهنا واجي دابا حنا فينا عندك احنا كنقلوا الصوت ما جيتو قاصدين العدي واي يعاونكم يا بنتي ندعي معاكم بالدوعه نجدوهم ليا واخا دابا يقدروا يكونوا كيسمعوك راه يقدروا يكونوا كيسمعوك هما يسمعوا تيسمعوا انا ديالهم يا ربي راه مسكين غير يمشيو عندهم والله الا زعما انا دابا خدام قلت فيا والله ايه انا بغيتكم يا بنتي وانا حجزتكم ما بغيت منكم والو انا بغيت عنشوفكم غتبردي عاي بردي يا قلبي يا بنتي انا ما بغيت منكم والو انا بغيت عايشه بالقسم الله انا عايشه بالقسم الله بنتي ياك ما واش
واش ملي شفتيهم لاباس عليهم وفنانات عاد بغيتيهم ولا بغيتي غير يشوف غير تشوفيهم؟ انا بغيت غنشوفهم بنتي، غدا نموت وغدا نموت ما نعوق ما نعوق، ما محتاجه لا فلوسهم لا والو. لا ما محتاجه لا فلوسهم لا والو، انا بغيت غنشوفهم بنتي. انا بغيت غير امتى من نهار شفتيهم؟ عادت وحده في الاداره قالت خاصك دير معهم نهار الشهر، دو مع المهدي ودو مع عبد الرحيم، قالوا دير مع خوتك نهار الشهر. قال انا اخو من القديم، انا هو اخو من القديم. خوهم هضر معاهم المهدي، قال ما انا اخو، انا هو انا اخوكم القديم، انا اخوكم منكم. نعم اخوكم منكم. نعم دابا انتي امي دابا الا بغاو يديروا معاك التحاليل باش يتاكدوا، ديري معاهم التحاليل. ندير معاهم التحاليل، ندير معاهم التحاليل الا بغاو. انتي مستعدة؟ انا مستعدة. كتقولي لهم اجي يديروا التحاليل نشوف واش انا منكم. واي يجيو يديروا التحاليل ويقول ما انا منكم. انا مستعدة. تحسي من قلبك هذوك بنات؟ ايه من قلبي بنتي، من قلبي يا بنتي تنحس. ايه بناتي هما التحاليل. انتي بغيتي ديري التحاليل؟ اه وندير التحاليل. لا اله واي وندير التحاليل. ها ما بغيتي لا فلوسهم لا والو؟ وانا بغيت لا فلوسهم لا والو، انا بغيت نشوف. هاي بغيت انا عندي ونشوفهم عندي مع الموت هضره امي. هاي وي بغيت منكم والو. غادي يقولوا انت ماشي امهم. اه يقولوا ما شي ملاق، حنا بنات حليمه وحليمه جلي جمهم، وانا انا هي والدهم وهي مربيه امي الحقيقيه. قال متحقق يا بنتي، يعني دابا ما عندك حتى شي دليل غير احساسك. احساس ما عندي حتى دليل، عندي سبيطار لوفيس ولا ما فين ولدتيهم. ما فين ولدتهم بنتي؟ ديال لوسيتي، ديال الصيبي. بغيت من والو بنتي، انا بغيت غنشوف ما العين تشوف العين، وانا غادا نموت ماشي غادا نقعد حيه. تقول لي كاين الشبه. ايه كاين الشبه، نقول تعطيو الشبه. شنو قالوا لك؟ داروا هما عملية تجميل؟ شنو قالوا؟ ايه داروا عملية تجميل. شنو حيدوا؟ حيدوا عمل تجميل. حيدوا ديك النقدة، حيدوها. حيدوا النقدة. كتقولي ديك النقدة ديالك راها عندهم. هذيك النقدة عندي راها عندهم. التصويرة مشات من واحد لواحد ابني. التصويرة مشات من واحد لواحد. مشات من واحد لواحد ابني. شاهدي القناة حطيها مهمتي هنايا. هنا مشاهدي قناة شوف تي في كتقول ممتي بأن هي الأم الحقيقية لصفاء وهناء إخلاق صفاء وهناء، وكتعطينا واحد الصورة. شوفوا أخوتي الصورة ديالها صغيرة شوية، شحال هادي باش درتي هاد التصويرة ممتي؟ مدة يعني هنا الصورة ديالها دابا كتشوفوها شوية مسكينة مكرفصة، ولكن راه كتعيش مسكينه في واحد الحاله يرثى لها. تتقول بان كانت دايره لاكت، لكن بعض الروايات هنا من صحاب الدوار تيقولوا لي لا كانت كتسرح عند واحد السيد واستغلها جنسيا، يعني ولدتهم بغير شرعيين، لكن هي قالت لي درت الكاغط. المهم كيبقى هنايا السؤال، اما الروايات هنا في الدوار تيقولوا بانها كانت كتسرح عند هذاك السيد في بني خيران، ياك امي في بني خيران، حملات منه ولدت هاد جوج توام اللي كتقول بان هي سماتهم حسنه وحسنيه، لكن هما كتقول هما صفاء وهناء الفنانتين يعني المعروفات. نعم تزادوا على 7 شهور. كتقول شوفوا الشبه وحكمه ملي بديت معاها وقبل ما نبدا تقول مهمتي شوفوا بانني انا كان يشبهوا ليا.